السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في قناة مريم شانيل. اليوم غادي نوجد لكم واحد الوصفة هي ديال القوق مسلوق ومعمر بالبطاطا. البطاطا كتكون عندنا مسلوقة ولا مبخرة. غنحتاجو في هاد المقادير غادي نحتاجو القوق على حسب الكمية. دائما القوق ملي كنمشيو نشريوه خصنا نشوفو هكذا، كنتكيو عليها هكذا كتكون قاصحة، هنا كنعرفوا بان القوق طري ومزيان. اما اذا كان كنتكيو عليه هيدا خفيف كيكون ماشي مزيان. دائما كنختاروا القوق يكون قاصح، كتكي عليه هكذا كيكون قاصح. هنا الكميه ديال القوق كتكون على حسب افراد كل واحد يعمل شحال اللي ما بغى. كنسلقوه في الماء هو والملح واحد طريف ديال الليمون، والليمون باش ما كيكحلش. بالنسبه للتعميره ديال القوق كنحتاجوا البطاطا، انا قطعتها وبخرتها باش كتبقى شاده في راسها. كاين اما تبخرها واما كتسلقها في الماء، الماء والملح. عندي بالنسبه للبطاطا، بالنسبه للصلصه ديالها والتتبيله ديالها، غادي نحتاجو المعدنوس، واحد البصله، ثلاثه ديال المغارف كبارين ديال الزيت، الزيتون، مغروفه ديال الخل. دائما في التتبيلات كنعملو القدر ديال الزيت، ثلاثه ديال الاضعاف ديال الخل، الملحه، ابزار. ودابا ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نوجدو قوق باش نعملوه يتسلق. غادي نوجدو واحد الطنجره باش غنسلقو فيها القوق. غادي نعملو فيها ديك الليمون، طرف ديال الليمون اولا عصير ديال الليمون، وعادي نعملو فيها الملح، كميه ديال الملح على حسب القدر ديال الماء كل واحد وشحال غيعمل. قوق عندي مغسول، غنكونو غسلناه مزيان ونظفناه. كنجيو كنحيدو له، كنقيو واحد شويه من هنا هاد الوراق اللي كيكونوا الاخرانيين، يقدر يكونوا ماشي يعني مدبالين ولا هذا، كنقي واحد شويه نزولوا له هاد الورقات الاخر هادو، ندوزو عليهم كاملين. كيجي غزال مسلوق. وبالنسبه للقوق مسلوق نقدروا بالنسبه للتعميره كنقدروا نعمروه باش ما بغينا، نقدروا نعمروه بسلطه يعني مخلطه بالخضر، نقدروا باش ما بغينا نعمروه. كيجي مزيان القوق معمر في السلطات الكبار اللي كنقدموا للضياف، كتقدر كيكون عندك معمر وكتزوق به. احنا نقينا هادو، دابا كنشبروا القوق، كنحاولوا كنقسموه على جوج في النص طولي على هذا الشكل، كنقسموه ما كنزولولو لا صوفه لا حتى شي حاجه، حتى كيتسلق على هذا الشكل هكذا، وكنحطو في الماء يتسلق. كنغطيوه وكنعملوه على البوطه يطيب تقريبا 30 دقيقه حتى كيطيبنا. القوق ها هو تسلق، ملي كيتسلق كنقلبوه على هكذا باش كنقلبوه باش كيستقطر من ديك الماء، وكنخليوه يبرد شويه. دابا غادي ندوزو غادي نحضروا التعميره ديال القوق، التعميره ديال البطاطا. البطاطا عندنا هي بردت كيف ما سبق وقلتكم بان انا عندي مبخره، كنعمل واحد البصله كنقطعوها مكعبات صغار، بعد ما قطعنا البصله وضفناها البطاطا نقطعوا المعدنوس.
نضيفو 8 ملعقة كبيرة، كنخليو شوية التزيين. دابا ضفنا قلنا البصلة والربع يعني المعدنوس، كنضيفو الزيت، زيت العود، ملعقة ديال الخل، إبزار حسب الذوق، والملح لحسب الذوق. انا سبق لي ملي بخرت رشيت عليها شويه ديال الملحه، دابا نزيد واحد الشويه تاع كنخلطوا الشلاطه ديالنا. البطاطا مع البصله كتجي رائعه مع الزيت البلديه. بعد ما خلطناها، خلطنا هاد التعميره ديال البطاطا، كنخليوها جانبا وكندوزو نجيبو طبق التقديم اللي غنقدمو فيه القوق. طبق التقديم ديالنا هو هذا، بسم الله. كناخدو القوق، من بعد ملي كيطيبو كتجينا سهله ساعه كنحيدو لهم ديك الصوفه اللي تما، كنحيدوها كنخويو لهم شويه من الوسط على هذا الشكل. بعد ملي كنستفو القوق ديالنا كندوزو للتعمير.